الهوى هوايا، الهوى هوايا. الله يحلوك يا مخرج، لما يقول هوا هم اليوم المخرج مستشور شعره مع الأسف. انزين انا ماني متعود على محمد عز. يقول حاحلة حاحلة، وجهه مدور، هو مدقفص مدور، هو رجل الدائرة اللي يقول أين رجل الدائرة؟ فرجل الكرة بعد دوحان بيرقعه. أحلى مخرج، يلا أحلى تحية للشعب المصري الجميل. أسمع دن 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 دن. بصراحة اليوم أقول لكم حياكم الله ومبارك عليكم، ما تبقى من الشهر جميعا جميعا. بصراحة يعني وأنا وايد فرحانة في مستوى البرنامج اللي أنا وصلت له بالترند بالمشاهدات، الخليج الفضل يعود للجميع. أحب أشكر جروبي الخاص اللي كان معاي من أول رمضان، مسيرة هنودة حراير ديزاين باللبس، سماح الإمبراطورة بالشعر، واليوم هذا لوك سماح مثل ما أنتم شايفين. إنزين، واللبس اليوم مو من مسيرة وحراير للأمانة، هذه دراعتي اليوم موجودة في بوتيكي، اللي يحب يدش بوتيكي يشوف دراعتي قيمة ذربة عليها القيمة مثل ما يقولون، تلاقونها في بوتيكي، أنا في بوتيكات براندي. فهم أحب أشكر خلود الشمري اليوم على الميك اب الصخر السواد والجمال اللي حطتني فيه، بعد قلبي ما قصرت. وأحب أشكر خلود الشمري، وأحب أشكر المصورين اللي حاطين بيوتهم وحريمهم من برنامج لبرنامج، بس ترى سعر المصورين مو نفس اللي أنا ما أخذته، هما دبل الظاهر، دبل ها؟ إي دبل، لازم لازم. المهم حياكم الله في برنامج فانوس هيونة ومستمرين، واليوم مواضيعنا جدا مشوقة. وأحب أشكر من خلال الشاشة الجميلة اي تي في المحامية القوية جدا جدا نيفين معرفي على حكم البراءة اللي جابتها لي ضد واحد من الصحفيين الغير كويتيين اللي كان رافع دعوة ضدي، والحمد لله طلعنا فيها براءة. الفضل يعود إلى القضاء العادل في الكويت. ألف شكر لكم على العدل، وألف شكر حق نيفين معرفي الجميلة، جميلة بمعنى الكلمة بكلامها وإخلاصها لشغلها، ألف ألف شكر. وبعد أحب أرحب معاي ضيوف الليلة، هم اثنين، احنا ناطرين الضيف، إذا يانا يانا لأن في ظروف. لكن هم ما انسى الشباب الاثنين اللي طول رمضان حمني الفهد. حمني الفهد وينك؟ اطلع. هاي 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 ويع ان شاء الله، حتى ويع، حتى ويع يا القزم يا البرغي. هاي وي يا ربي، وين خالك اليوم؟ هاي سواد ذا ون، جروب ذا ون، يا ربي ايش مسوين فيهم؟ اكياس قرقيعان هذيل مو ينانوا. زنزوره وسووا ليها مو فشلت، مو كذي سوي دن 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 دن. يلا على ابليسكم ان شاء الله، حسبي الله على ابليسكم. يا ننتونا يا ننتونا يا ننتونا يا ننتونا. خلونا نروح فاصل ونرجع مرة ثانية في قضية اليوم جدا ببالي مشوقة وبقولها. تعال ايش داخل بالها؟ الله يا هالاغنية لها تاريخ. اوه تاريخ. هي وهايو هو هي وهايو اليوم اجانا زين يا ربعي حيو مرحبا بهالخطار ما مروا علي هي وهايو هي وهايو. انت فيك تقعد ابعد. رجعنا لكم من بعد الفاصل الجميل. على فكرة يا جماعة مسرحيتنا ترى بس أسبوع العيد وبنوقف ناخذ بريك، راحة من التصوير مال رمضان، راحة من اللي احنا فيه هني، بروفات وتصوير برنامج وغبقات وركض لا تركض.
اليوم احبي احبي لا انتمي اليوم احب اهني حبيبتي واختي وصديقتي الهام الفضاله على غبقتها اليوم، كانت وايد حلوه وجميله، بس انا نص ساعه قعدت مدري ساعه وطلعت اركض حتى الحريم ضاج خلقهم يا هي قاعده، ما قدرت لان عندي برنامج على الهواء وما اقدر اخلي مشاهديني والناس اللي تنطرني. وهم اقول حق نور التميمي بنت الهام هابي بيرثدي تو يو او هابي بيرثدي تو يو او هابي بيرثدي تو نوري هابي بيرثدي تو يو. انا ودي اجيب ولاعه اولع لك هني. اليوم انا في حشوه بقلبي تقرقع. احكي احكي. بالنسبة حق الناس يعني اللي يسوون فعاليات لتكريم الفنانين ولتكريم الناس، بصراحة أنا ماني ضد التكريم، بالعكس هذا شيء جميل جدا من أنكم تكرمون الفنانين وتذكرون الفنانين، لكن يا ريت يعني الناس تكون اللي تكرم الفنانين تكون صادقة في الترند المشاهدة، صادقة في أفضل برنامج، صادقة في أفضل عمل، صادقة في كل معاني الكلمة. طبعاً أنا ما أخص أحد بالذات وأقول حق اللي كرموا يعني في الشهر الفضيل عليكم 60,000 عافية وأنتوا تستاهلون هالتكريم هذا، لكن في شيء اسمه ترند، في شيء اسمه أرقام، في شيء اسمه سوشيال ميديا، في شيء اسمه أنا صدق ما أحبه وايد هذا الطير الأزرق، لكن أرقامه بلوى مصيبة كمشاهدة وكمتابعة. وشغلة ثانية نحب نقولها، لابد في لجنة تطلع لتحكيم الشيء هذا من التلفزيون، من المجلس الثقافي، ناس تكون يعني موثوق فيها، ناس تحط شاشة وتشوف أرقام المشاهدات، تشوف منو الترنت اللي واصل معانا في رمضان. أي لا مو أنت، أنت شاشة ظلمة. فأتمنى للجميع التوفيق في النهاية، وفي النهاية نقول يعطيكم العافية اللي ذكرتوا الفنانين وكرمتوهم، وأتمنى الدولة تلفزيون الكويت بعد، وأتمنى حتى من كل المحطات أي عمل يعني انبث عندكم في المحطة تشوفون منو الأفضل وتذكرونهم في التكريم الطيب، لأن أنتوا أكيد لكم الأحق أن أنتوا تكرمون الناس هذيلة اللي خذوا أفضل برامج، أفضل مسلسل، أفضل مشاهدة. أنا والله يعني وايد فرحانة في التكريم اللي صار، لكن أتمنى الأرقام نشوفها على الهواء مباشرة. ونقول ألو الأول متصل. ألو ألو سهام. هلا أمي. هلا والله يعطيك العافية. هيون. هلا والله. هيون منورة بوجودك يا نظر عيني والله حبيبتي. حبيبتي والله الله يونسك بالعافية، صراحة منستنا كل يوم برمضان. يا حبيبتي والله، شنو فطوركم اليوم؟ والله تشريب وهريس وسمبوسة القيمات. تصدقين عاد أنا أنتي الحلا طبعًا. يا حبيبتي والله صدقين عاد أنا من زمان مو مسوية هريس، إن شاء الله باكر ودي أقول حق الخدم يسووا لي هريس. يطلعوا لي وانا اللي اضربه، انا احب اضرب الهريس بهذه الخلاطه الاوتوماتيك الجديده. يلا خلينا نروح نسمع اغنيه وقولي لي شنو هي ونرجع لك مره ثانيه. ها حبي عرفتيها من المطربه؟ وساعديني شوي. هي مطربه لبنانيه نعومه، نفس حماني الفهد نعومه قصدي يعني نفسها. نانسي نانسي ايه شنو يلا قولي. يا بنات يا بنات والله والله الله 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 والله خلص التايم. قاعد أقول لك فوق الجو بدنا نولع الجو ديرالالالالا. يلا شو أقول بعد شو حكي. ألو والله. ألو حبيبتي ألو شقحة. ألو والله يا حلاة هالاسم تدري إنه شقحة اسم قديم قديم وتراثي. أي والله. أنت أكيد على اسم يدتك. أي أم بوج. أم بوج. أي أي الله يحفظها. الله يحفظها ويخليك لها، وترى هالاسم هذا حلو. شقحة هلا عمريني. يلا تبين اغنيه ولا اسئله؟ تعذيني اليوم تخرجت. صدق والله من تمريض.
روحي 100 دولار يلا بدون سؤال روحي 100 دولار روحي لحظة اشوف عطني بعد من هذه ما دام متخرجة بنيتنا خلينا نونسها اي والله والله كم شقحة عندنا اي والله كم شقحة عندنا وجيبوا الشقحة ثلاث عقود لولو مرجان وعقد الماس ويا عيني حر عيوني سود الله الله شوفوا يا بنات الله 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 اي لا صدق انا نسيت قلت لكم صفوا يا بنات وانتم مستانسين لا عشان عنقيص اوكي يلا قعدوا شقحة يتلج 100 دولار من اي تي في لانك اليوم خريجه وبونسج ويتلج دراعه خطيره من حراير ديزاين الله 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 العب يا حراير ديزاين خوش درع اللي انا كله البس منهم هاك حطها منك وبعد عشان انت اليوم خريجه بنونسج عندك بعد صالون 88 شنك بتغص 88 هم معطينك حمام مغربي ماسك طبيعي للشعر مع استشوار عليك بالعافيه ونقول الو الو رنا 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 الله البابا ايش اخباري هلا رنا شلونك يا الحب متابعه البرنامج وش رايك بالبرنامج كل يوم اشوف انا وعيالي وقعدون طلعت حركهم والله يا بعد قلبي صفقه حق عيالها يا شباب قوموا سووا لهم يلا حبي نعطيك صورة وقولي منو اللي بالصورة يلا شوف هذه أقصر فنانة خليجية ممثلة وكويتية ما شاء الله معروف عنها كثافة الشعر لا إله إلا الله وتوهم الزوجة هيا عبد السلام لا 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 مو هيونة زوجة هيونة مو قصيرة زوجة مو ومدرسة بعد بالمعهد العالي وأنا وايد أحبها وهي صديقتي حيل حيل هنادي يا حلات هنادي يا زين هنادي لا مو هنادي بسرعة قولي ها منو منو غا 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 غادي غادي غا 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 خلص الوقت ما راح نقول من هي عليه وشيله خلي حد يحل خلونا نروح فاصل ونرجع مره ثانيه الهوا هوايا ونقول الو هلا والله هلا فيك هلا فيك عمري انتي نورة دق على قاسم قاسم اي الو هلا حبيبتي نوال هلا حبيبتي نوال يلا يلا يا نوال بنسألك اسئله الحين ان شاء الله يلا يا روحي من هي اول فنانه كويتيه صعدت على خشبه المسرح وتعتبر الرائد الفني الخليجي في المسرح ها مريم الصالح وبرافو عليك برافو عليك والله ما شاء الله يبتي هيب لا اله الا شكلك متابعه قويه حق التلفزيون يلا ومبروك عليك بخور الحميدي عطنا عطورات الحميدي وعطها مايستري عبد العزيز مشكور على العدسات وايد مشكور مايستري انزين وهم عطها من تيارا هذه ثلاث جوائز يتلج لان مريم الصالح بالنسبه لي اسم مهم وعليك بالعافيه ثلاث جوائز يلا ونقول الو الو نور السلام عليكم ها نور حافظة شيء تغني لي ولا لا؟ لا انا اختي الصغيرة قاعدة تحبني بتكلم تول ها؟ اختي الصغيرة قاعدة تحبني تول يلا خد كلمني وينها؟ الو 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 ماما هيونة يا روح ماما هيونة شلونك؟ جينا انت شلونك؟ الحمد لله انا عندي شعر ابي اقوله يلا قولي احلى بلد لو لفينا مليون بلد الكويت احلى بلد يا غلط وظلم وتحبها للابد ارض المبادئ والقيم ارض الرخاء والسلام الاسم عالي في الامم لها المحبه والاحترام الله يا روح الخليج يا ذراتها اد لو تنطف نجوم السماء انتي لنا النور البهيج بلدنا يا الأم الحنون مثل طماها ما يكون أدى الشهر
في كل صباح محفوظة يا دار الصباح، محفوظة يا دار الصباح، والله يعز أميرنا وولي عهدنا في النجاح، لو لفتنا مليون بلد الكويت أحلى بلد. سلامتك وانتي أحلى طفلة بعد بأحلى بلد، ومشكورة يا حبيبتي، وروحي لك 200 دولار من برنامج فانوس عيونة. بعد قلبي مشكورة وايد والله، ايش هالطفلة هذه الجميلة اللي حافظة هالشعر هذا يا بعد قلبي. بس لا تحطون الكاميرا على علي ولا يخرعها. لا الكاميرا ما تشوفني. لا 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 ما نبيك تشوفها. ونقول الو نادية عيونة. هلا مبارك عليك الشهر. علينا وعليك يا الغالية، دايما سباقة ما شاء الله بأعمالك اللي تضحك يا حبيبتي. والله يا بعد قلبي يا ندوشه، انت شكلك بالسياره صح؟ صحيح. انزين عطوها موسيقى. ها قولي. نوال الكويتيه. شنو الاغنيه؟ الاغنيه لحظه نور الدنيا. نور الدنيا وبرافو عليك والف مبروك، ربحتي معانا حماني. يقول لها ايه مستوصف مونا كلينيك، العنوان الرقعي مقابل جمعية الحرس الوطني، كوبون مقدم من عيادة العلاج الطبيعي، استشارة مجانية زائد جلسة علاج طبيعي مجانية يا نادية ومبروك. حطني وربحتي معانا صالون. بس تكفى حط الكاميرا على عليه، مو عارف يقرا اسم الصالون. اسمه صالون نسائي. قول اسمه. ما اعرف اقرا. لا قول. ما ادري مكتوب لي. ات 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 وربحتي معانا من مستوصف منى. مشكوره مستوصف منى على هالهدايا الجميله، الف شكر لك. ونقول الو. هات الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. الله يحييك. يوم عيد ميلاد امي حبيت اقول لها كل عام وانت بخير، وبعدين لها شعر. يا عمري زين شو اسمك؟ عبد فهد معك. ها فهد شنو؟ يا بعد قلبي هالاسم فهد شنو؟ فهد يوسف. فهد يوسف. يلا شنو بتهدي امك؟ قول. ويا ريت تهدي لها الزمرد وكاش بعد. قول الشعر. بين يدي كبرت وفي دف قلبك احتميت، بين ضلوعك اختبأت وبين عطائك ارتويت، امي الحبيبه مداد القلب لن يكفي، ولو اكتب بها لارضائك وخفق الروح لن يزي، ابينا انفاح بعطائك. وشكرا يا امي. الله عليك الله عليك يا فهد. فهد شنو قلت لي؟ فهد شنو؟ فهد يوسف مات. العائله العطيه. العطيه فهد يوسف العطيه يهدي امه شعر، واحنا نهديك اللي تبي الزمرده و100 دولار والف مبروك. ونقول الو. مجدة. انا ما ادري ليش اتخيل محمد عزله قال تكلم بالكنترول، بالكنترول كلهم يضحكون، اتخيل كنا سلحفات اذا تكلم تدش رقبته داخل. ما ادري ليش. الو يا مجدة. الو. هلا والله. اهلا يا مجدة، ازيك يا روح قلبي؟ والله الحمد لله. شلوك الحلو. لك حلو يا بعد قلبي. شكرا. هذا ايد سموحه ونادية الرشيدي. والله ترى يا جماعه نادية الرشيدي هي اللي حطت لي مكياج اليوم. تبلين حلوه. ندوش اكيد قاعد تطالعيني. يلا نعطيك اغنيه ولا سؤال؟ لا سؤال. يلا. ما هي اقوى انواع الحجاره؟ هل هنا انت شنو حجاره؟ زمرد وياقوت؟ ولا هنا تنقص؟ يلا قولي. ايه ياقوت؟ لا بعد يلا بسرعة الوقت قاعد يمشي. اغلى انواع الحجارة قريب من هاللون. الزمردة عندها اغلى انواع الحجارة. شوفي انا ايش لابسة. الماس. الماس. اوكي اوكي.
ألف ألف مبروك، ربحتي معانا من سماح خصم 50%، وربحتي معانا خصم 50% من حراير ديزاين، هذا نفنوف يالك خصم 50%، ويالك من سماح شعر 50%، وبعد ايش يالك وين نادية الرشيدي اليوم كاهي، وكابون من نادية الرشيدي بعد خصم 50%، وألف ألف مبروك عليك الخصومات الجميلة. ونطلع فاصل ونرد لكم مرة ثانية. أتمنى أن الضيف وصل بسلامة، ولأن في ظرف صار حق الضيف أو الضيفة، فأنا كنت خايفة على الضيفة والضيف بعد، وكنت أحاتيهم بالتليفون لأن إحنا بمكان يعني شوية داعوس بين العرضية الصناعية صوب اللجنة اللي هني ما أدري شو اسمها، فكنت خايفة للأمانة. فالضيفة وصلت بسلام، وهي تعتبر من صديقاتي وحبيباتي واعتبرها أختي وأحبها وايد وايد وايد، لأن هي فعلاً أسميها المجاهدة في الحياة. تحمل شهادة جميلة وهي الدكتورة، انشهرت عن طريق التليفون في السوشيال ميديا، طيبة حبيبة تحب بلدها تحب تساعد الناس. فرحبوا معاي باربي سوشيال ميديا، أنا مسميتها الباربي اللي متختخة بس هي ضعفت شوية، الدكتورة خلود. خليناها حقها عاد. شو خلود تشوفي تبين لعبه؟ تبين لعبه؟ يا لمبش الدله طايحه، الدله صابه قهوه بنتي. تعالي حياك الله، تفضلي حياك الله. قعدنا نحاتيك يا خلوده. لا والله الحمد لله. وين ضيعتي؟ يقولون امين مسخن. امين حرارته عاليه. ايه مسكين. تعالي حياك. نسوي عمليه. عمليه شنو؟ صبعه. اخ ليش؟ اي شو اسمه مكسور صبعه ونجبر إيه؟ غلط. تعالي كوكي. تعالي كوكي شوفي اليوم شنو مسوين الخلعه حق امك. طبعا هذا انا ما اقدر اشيل الفانوس، بس هذا الفانوس مسوي لك اياه شركه القلعه، حاطين لك فيه قرقيعان هيونه انزين، وهني الدوحان مذهب لك نقصه من الحميدي بعد عمري عليك ب 60,000 عافيه. طبعا انت البراندات عندك، احنا ما يحتاج نجيب لك براندات. يا حياتي والله هي عطور وهي كل شيء. عمري والله. بس اللوك نار. قولي والله صدق. والله من مسوي شعرك؟ من ملابسك؟ شعر ربيعه، المكياج انا. ربيعه؟ اي ربيعه كانت معاي بالغبقه. صدق؟ اي صح قالتي بروح غبقه الهام. والقفطان من مصممه مغربيه اسمها سلمى الدباق. ايه ها ماما. لا حقك حقك. لا هي الحين حقك. هذا حقك ماما فور يو. خلاص حقك. تبينه كوكي؟ تبينه؟ ويا لبو ترى كبر سكينة. يا هلا. تذكرين احنا حوامل شفنا بعض؟ اي بلا يوم الهذا. شلونك مع الأمومة؟ والله اوكي تمام يا حلاتهم. بس وجهك تعبان. حيل. سهر. اي والله. بسم الله عليك. والله صدق يعني انا طول اليوم شغل وحاتيهم، وبس ارجع البيت يقولوا لي يدزوا لي ليش ما تنامي انت كل وقت موجودة في سناب؟ بالليل خلاص اقعد اجابل ما ادري ليش في وقت خلاص صار عندك حق اليهال. ايه ما قمتي تطلعين بالتليفون وايد. اي بالليل خلاص حق اليهال ليه الصبح ليه التسع. حرام. اي نقول اي 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 قولي اي 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 لولو اي 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 وي عمري ترى هي خلود قوية أنا أعرفها بنتي أعرفها، بس هي صدمت الحين تروح لها منطر على شعرها. اخترعت
بيبتسم. اخترعت موتر؟ اخترعت شوفي هذا سوي لها اي 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 روح عض سوي له لولو شنو وي 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 قامت خذوها اي ويلكم اطلعهم اطلعهم لا روحوا طلعوا تعالوا لها بغنية قوموا قوموا خرعتوها حسبي الله على ميسكم يلا باي يلا يلا شغلوا لها اغنية خليها قفل وي وي تقول لهم باي تقول لهم باي يا ابنك يلا طلعت بنتي يلا طار علي ريش ها ما تبينهم طلعوا برا يلا 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 قولوا يلا برا يلا 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 روحوا يلا 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 ما تبيكم خلود الصغيره يلا تبينهم يلا 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 نو وانت تبينهم لا قولي نو ها يو نو وانت نو وانت قولي نو ما اخترعت لبنان انا خبري فيها قويه بس انصدمت طلعوا اخترعت لا يلا نقول الو 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 هلا هلا فيك حبيبتي تبي تكلمين خلوده؟ اي والله اي والله من قلبي شلون حبيبتي شلونك ترى خلود؟ انا بخير يا عمري انت شلونك؟ شلونك عيونك؟ الحمد لله انت والله هلا هلا عمري هلا فيك يا حياتي والله احلى ضيفه اليوم منوره اي والله يا بعد قلبي والله انت الحلوه في ديتك اخترعت يا قلبي يلا بتطلع لك صوره وقولي لها من اللي بالصوره؟ اوكي انا اقول لها ايه لا هي شوفي منو اللي بالصوره شوفي شوفي منو هذه ها عرفتيها ساره خلود معروفه وي معروفه على فكره ليان وليان بالضبط والله بالضبط بالضبط نفس ليان وليان يلا خلوده فوزيها خلوده فازت عرفتك اي قولي هدية مقدمة من عيادة نوف كلينيك اي نعم عبارة عن تنظيف بشرة عميق وماسك نظارة واكسجين بقيمة 100 دينار عليك بالعافية سهلين حبيبتي مبروك وهذا هم صالون يالك من اي تي بس هذا سهل المسابقة سهلة اي اي احنا كذي كلها سهلات اي والله وهم يالك من 88 صالون هم جلسة كاملة حقك كاهي تين تاخذين شربتها تين تاخذينها حبيبتي يلا ونقول الو خفتي؟ انتي من نفس سكونة ما تخاف سكونة انصدمت ايه ولا لو ونقول الو خالد الو الو السلام عليكم عليكم السلام يا هلا يا هلا شلون شيون مبارك عليكم الشهر علينا وعليك ها تبي صورة ولا اغنية ولا سؤال؟ على كيفك على كيفي خلاص وياك دكتورة خلود ما هي أكبر المحافظات في دولة الكويت؟ الأحمدي صدق؟ لا بعد الجهرة؟ إي صح فوزي بمية خلوده فوزي بمية دولار خالد خالد سمي ولدي أنت فزت بمية دولار وعليك بالعافية عليك بالعافية قولي لي شنو هاللوك الناري؟ ايش رايك؟ لا يعني صدق قصيتي شعرك بس شلون شي ايش مسويه؟ وي انا قصيت بوي حبيبتي ايه هذا اكستنشن لا والله والله انا قصيت بوي بس مو مبين؟ اي والله شعرها. العظيم مو مبين هذا عند منو مسويته؟ مريم سبهان ما شاء الله مريم اي مريم جبارة. مينونه مريم مريم جبارة جبارة عجيبه واللون هو نفس يعني الاكستنشن اللي انت مركبته ايه نفس لون شعري نفس لون بوي. الشعر مسوينه لك زين ليش قررت تقصينه بوي؟ كنت وانا حامل تعرفين فصلة الحوامل يسوون اشياء غريبه عجيبه صبغت شعري حنه سوداء حنه سوداء يعني قاعد تقولي مريم خلود لو حنه عاديه بكذي يطلع لك اللون حنه سوداء ما راح تقدرين انت شعرك اشقر بالاساس كانت تقول لي اطلع لك يا بس يعني تنطرين قلت لها يبا اقول لك قصي قصي هو كله كل اكستنشن اكستنشن يا اي والله والله اي والله يلا عندنا فيديو حق خوخه خوخه لوكك اليوم نار 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 ترى انت صايره ما شاء الله عليك عليك الرحمن يحفظك يا ربي عمري واي عمري الحنونه تو ثري تعدلها Yeah!
يقول لك المعد شنو تغير عندك لما زادت عندك الأمومة وزادت عندك المسؤولية؟ هل في تغيير بالشخصية؟ بالشخصية أحس إني لازم الحين أصير ياهل ماما عشان أقدر أجاري اليهال عشان كذي عرفتي؟ أحس إن يعني صرت أتحمل مسؤولية أكثر. هذه ماما أنا وياك أنتي هني إيش فيك؟ هات خوخة خوخة شوفي شنو تبين؟ شنو تبين؟ شنو تبين؟ وين قاعد تشوفك؟ يا عمري وين سكينة؟ سكينة نايمة؟ إذا قاعدة يبوها حق خلود. إي والله خلي قاعدة يبوها يبوها يبوها. أنت خايفة للحين؟ أنا ما أحس إنها خافت خلاص. لا 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 مو خايفة، لا هي بس انصدمت ترى ما تخاف. أنا أعرفها. ها؟ شنو يلا روحي ها تب تنزل تب تنزل. خلاص استهلت استهلت. يلا وين بتروحين؟ يلا ها. تعالي هذا الحلو كله حقكم. تاكلين؟ إي. زين خوخة خلي خلوده مالك شغل في هالبيت بيتها عندكم شقة هناك وشقة يلا روح حق ديدي روح اللي تبينه اللي تبينه منو ديدي؟ ها آه خدامتها خايفة انتوا هني؟ أنا مو قايلة روحوا؟ إي أنا وديت حق ديدي تعالي يلا روح زين اخذي اتصال قولي ألو 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 ريم ألو يا ريم السلام عليكم هلا فيك هلا حبيبتي شلونك حبيبتي هيولة؟ هلا فيك هلا كملي ويا خلوده كملي ويا خلوده خلوده اهلين يا هلا فيك شلونك بتشاره خلود شخبارك؟ انا بخير انت شلونك يا عمري ومبارك عليك باقي الشهر شاسه انت وهيونه ما اسمع منوره اقول لك والله منوره فيك يا عمري فديت روحك تبون طلع برا طلع برا 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 خرجتهم برا كنتي والله ريت اي كنتي كنتي اي كنتي 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 صبغي زين اي اي برا برا خرجوها جايين يدبون شنو هم عبو تعرفين العبو ولا ما تعرفينه؟ العبو النمل العود زين خرجوها يلا شوف الصوره يلا شوف الصوره جابوا لها بنتي شوفي بنتي يا حياتي هذه انت الدكتور امين امين صح برافو حبيت اني اخذ الصغيره فزتي معانا اليوم من مستوصف منى ب يعني بوايد اشياء عيون جلديه تجميل من مستوصف منى منى يعطيكم العافيه مكانهم بالرقعي كوبون مقدم من عيادة العلاج الطبيعي استشارة مجانية زائد جلسة علاج طبيعي مجانية يعني جلسة تعتبر مثل المساج وشغلة كذي وعندك هم فزتي معانا من نادي الرشيدي 50% وفزتي معانا بعد من سموحة 50% هذه عندك ثلاث جوائز عليك بالعافية ونقول ألو نبيل غدير الو مساء الورد استهلت بنتي قامت تلعب ويا البيت شلونكم؟ شلونك انت يا غدير؟ يلا حطوا لها غريه يلا منوره يا دكتوره خلود منوره ما شاء الله النور نور يلا انت اللي حلوه ها عرفتي الاغنيه؟ اغنيه ميامي هذه اغنيه ميامي والف الف مبروك ربحتي معانا 100 دينار من نوف كلينك اوكي خلوده شلون الغبقه مالتك هالسنه؟ شلون كان ترتيبها؟ لا وايد حلوه حتى قلت حق الهام قلت لك انها مسافره اي اي فهم الهام بعد اليوم كانت غبقتها مميزه بس بسرعه 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 اي اللي يسوون غبقات فجاه ما تدري تعزم منه تخلي منه تعزم ما تدري ما تدري اي والله اي اليوم هي كانت بعد وايد محتاسه بس هم كان لوكك العماني خطير عجيب صح؟ لا انت لبستي لبس عماني قبل؟ لا انا لما اروح عمان اي دراري العاديه اي بس مو نفس اللبس اللي انت لبستي لا لبستي البنطلون كنت اروح اي البس البنطلون عندي كذا مسرحيه في عمان في صلاله في مطبخ حياتهم ترى يهبلون شعبيا انا اصلا امنيتي يكون عندي بيت في صلاله امنيتي يعني هذه ان شاء الله تحقق الامنيه عسل والله عسل ما فكرتي تشترين بيت هناك؟ بلا انا كنت توني في خليج مسقط كنت ترى كله اجانب المكان فظيع 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 كله اجانب فضيع ما شاء الله يعني تفتح نفسيتك طاقه طاقه ايجابيه طاقه ايجابيه فضيع. في احد شرح عليك بالغبقه انك ما عزمتي او ما قلتي له تعال امبي انا شنو صار فيني؟ صار فيني نفس يوم حفلتي براس السنه ادز برودكاست ان اعزم الكل
يطلع بعضهم شايلين شايلين خدمه البرودكاست إيه؟ ما يبون برودكاستات توصل فهي ما وصل لهم إيه؟ فهمتي؟ وبعضهم ارقام ما عندي وانسى ان انا اسال صح. عن الرقم فلويا لويا لويا انا امر بهالظروف بعد امر والله فيها انزين والحين تدشين المطبخ ولا ما تدشين حق رمضان؟ امبي دشيت بس اول يومين بس انت ما تعرفين تطبخين انا اعرفك لا بس سويت ترى شوربه يعني المعكرونه بكت الطريقه من سيسيليا انت كم اخو عندك وكم اخت عندك؟ ما عندي اخوات عندي اثنين اخوان انت وحيده امك انا شفت بنت اخوك شفتي يا حوري قشره شقره اخوي نفسه بالضبط بعد اخوي اسمر منها بشويه اي بس انا إيه؟ تدري ايش اللي عجبني فيك؟ اللي عجبني فيك بالغبقه يعني حبيت فيك الشغله هذه العجيبه قاعده تصورين البنات من ملابسهم اي لان حتى عيالكم عيال اخوك وكذي مع ان قاعده اسمع الام تقول عادي خلوده لا انت مو إيه حابه ما... قاعد تحطين وجه ايدك تحطين شغله حبيت فيك هالشغله إيه إيه. بس ايش معنى خلوده طلعتيها بالسوشيال ميديا خلوده الصغيره ايش معنى؟ ما ادري يعني ما ادري ليش انه حتى انا سمعت انك الصغار مو ناويه تطلعينهم للسوشيال ميديا يعني هالفتره كلش مو ناويه يمكن إيه؟ يمكن لا شوي كبروا اي بس انا نصيحتي اقول طبعا لا صدق إيه؟ تدرين هيون انت ما شفتيهم صح صدق انا يعني شفت الصور وهم نايمين هذا بس كعيون لما يجي لي هم كنا توهم مولودين اي 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 ادري بالضبط كنا توهم مولودين حتى كانت في بنت في الشيشه إيه كنت تحاتينها إيه وكلمتك قلت لك طمنيني عليها إيه شنو عمري. صار شنو ما صار ودائما قلت لك ارقي ارقي صح. خلينا نشوف الصوره خلوده يلا واي يقول لك الموعد علقي على هالصوره بليز هذه اي شنو اعلق يعني شنو الصورة تعني لك؟ تعني لي إن ما أدري شنو تعني لي تعني لي كل شيء. هل ناوية تنجبين بعد؟ السؤال اليوم حاطة نسألوني في الدايركت إنستغرام سألين نفس السؤال. تبين بعد؟ مو الحين كلش. كلش. نتكلم بعد عن ضعفك. شلون كذي ضعفتي؟ أنا ترى صدق ضعفانة حيل. وايد وايد. شفتي برنامج يوم يأتيني مطبخ هيونة كنتي مليانة. حتى انا اللي قلت لك انت حامه اي تذكرين اي ماي 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 اقول لك شفتي ريولي من الماي كذي تتبطط اخي دم دم ليش للحين فيني اثر الجروح ليش من الماي الماي كان الحمل ثقيل عليك اقول لك انا وقسما بالله طلعت من الولاده اليوم اللي وراه يوم طالعت نفسي قلت لا انا إيه؟ انا اللي امس كنت كذي شو صرت كذي فوايد ناس عبالهم ان انا مسويه يعني عمليه بالولاده ما يصير صدق شريتي بيت بالاردن اي وين بالرابيه الجندويل وين ترى كل مناطق عمان بنص عمان إيه؟ اغلى منطقه اي حلوه والله حلو المكان ان شاء الله بس يخلص اي عاد انا هناك اذا بي بقعد ببيت محمود لطيفه العميري يفو عليك والله رفيجتي عندها بس إيه؟ وين عندها صوب الزرقاء اي يا عيالتي والله بس تحب الاردن تين بس شنو بيتي حكي لا حكي. ما شاء الله تصور لنا وتشوقنا بهالزرع وورق العنب والرمان والخقت والله مصجج تقولي اي والله هي تبارك الرحمن ألف متر تقريبا ما شاء بيتها الله. فبانية النص والنص الثاني مسويته بستان الله احلى شيء اصلا إيه؟ يعني خصوصا ان بالدول مثلا الاردن لبنان لازم كان عندي بيت عندهم انا في الرابية شيء عندهم حديقه بعدين تدشين البيت لا انا كان عندي بيت بالرابية بس ما في حديقه حديقه إيه؟ حديقه على ما توصلين البيت وش اللي خلاك تشترين بيت في عمان احبها والله مو عشان امين ان اردني وان عيالي لا 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 كذا مره اروح وايد حبيت الطبيعه حبيت بس انا اقول لك اللي سويتيه صح اي مو غلط اي عقار ترى في اي دوله انت اللي سويتيه صح لان انت هم تبتضمني شيء لقدام حق اطفالك واولادك اي يعني فانا ترى انا مع هالفكره ماني ضدها بالعكس وايد انت بيرفكت الحمد لله وايد وايد بيرفكت خلونا نروح فاصل ونرجع مره ثانيه عشان هم خلود تشوف دعايتنا يلا
هلا يا هلا. هاي هاي هاي. هاي. شبون؟ ماي حصان. حسبي الله عليك ان شاء الله. حسبي الله عليك ان شاء الله يا الهمستر الازرق انت. ايه عطها موال يلا. موال عدل عاد مو بس عاد. ايه يا خلود ويا امين. الله الله يجمع الشمل بينكم الى اخر يوم بالدين. ها الله يحفظكم لعيالكم يا خلود. تسلم لي والله وامين يا رب. الو يا بتول. الو يعطيكم العافيه. هلا حبو شلونك؟ هلا فيك والله الحمد لله. يعني يا حياتي وعليك يا الغالي قاعد نشرب مسكافينه بنصحصح والله انا تعبت. تعبت من السهر وتعبت من السهر وتعبت من السهر. خبرك كل يوم كل يوم المسرحيه والبروفات والعفسه بس ما اقول الا يعطي الجميع العافيه اللي معي بالمسرحيه استاذ داوود الهام وان شاء الله تيون وتشوفونها من المسرحيات المميزه والجميله والعائليه جدا. ونعزم خلوده هي وريلها بعد. تشرف والله. ونقول يلا السؤال تبين اغنيه ولا سؤال؟ لا خلينا على السؤال احسن. اوكي هاتش خلو ده. هذا لغز ها؟ ايه لا اوراق وما هو بنبات ولا جلد ولا هو حيوان ويعلم وما هو انسان. كتاب. ايوه برافو عليك. ابو هاي يا 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 عشان تقول له شعورك بالماي. اوكي انزين عماني في هناك اغراض روحي لي اياهم بسرعه. اركض هناك عند ام محمود. روح روح ورا الكاميرا. لا تقرب صوب بنتي. انزين حبيبتي فزتي معانا ب 100 دولار وفزتي معانا بعد من ناديه الرشيدي 50% خصم ومن سماح 50% الزمرده و100 دينار خصم وعليك بالعافيه هالجوائز الطيبه. نشرب يا بعد قلبي. هذه وحده ينقال لهم عبد الله. ايوه انت تعرفينها مطبخ اهلنا. اي عرفتيها؟ كنا اي اي هي تعرفك حتى قالت لك دزلك مسج. انا ما احفظ اسامي الله ما ادري ليه متى هالطبع هذا. هذا هذا وين مالك عاد وين هذا خلوده. هذا اسمي. هذا خلوده هذا ولدها منزل بخور جديد يا حبيبتي. ثانك يو. اي منزل بخور جديد وقال لازم ادز لكم اريان اسمه. ف ترى كان في المعرض مال اي بخور كذي يوقف. بخور يوقف تولعينه ويوقف. عرفت فحرام يعني بالتوصيه قالت تكفون ابيحه كل هي تعرفني. والله والنعم فيكم تشرف. أيوة والله ما قصرتوا. ادوهم لا تبتشونهم خلوهم يدشون عادي احنا بيت عادي ببطلين الحديقه يلعبون واحنا الامهات يا رب. تعالي لولو تعالي. تعالي النوشي خايفه منهم. قوموا طلعوا برا قوموا طلعوا برا 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 لا خليها تقوم لكم والله برا 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 برا. خلوده ما طلعت انا في هذا الشهر الفضيل. في هذا الشهر الفضيل هل كنتي زعلانه على احد وسامحتي؟ ما كنت زعلانه على احد نهائيا يعني كلش كلش والله ولا حد زعلان هذا الشهر والله الكل يعني على قلب والكل يتسامح وهذا وبالعكس والله هذا شهر فضيل إيه؟ وكريم. حبوا بعض. ولا تعتبين على حد انتي نهائيا؟ لا لا والله ما اعتب. اذا انا بعتب على حد والله ارفع التليفون. وشو والله يعني ما اخلي شيء بقلبي. ما اعرف انام اذا في شيء بقلبي. اي صح صادقه احسن. والله ما اقدر. اي والله دائما تقولين يعني اكون حتى لو غلطانه. او شيء شنو برجك؟ القوس. انا الجدي. ما اعرف بالابراج. اي 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 لا كلش ما اعرف بالابراج. علي انت اقعد يم السلحفات اللي يمك هذه وعدل النظاره وتكلم معي. هاي زين شنو تعليلك شركه بوتيكات؟ مثل ما يقولون ان اسرتي. تحبينهم؟ والله كانهم من عائلتي وكذي يعني الحمد لله. ايه
يحبوني ودائما يدعموني دائما. اي ابرار ابرار وايد زينه ما شاء الله عليها مباشره الكل اي والله ودائما حتى في رمضان اي والله اي والله ما يقصرون ابرار من الناس اللي انا احبها يعني اللي في اداره بوتيكات وما خلتنا رمضان بالمناسبات. تعالي قطوه علي طقت تراك هاي هنيني هنيني علي فه علي وحمني لا تطلعون يا ويلكم هل هل يلا يلا هل هنيني هنها كان كانيني كان كان بامبانيني بامبان الحين دعاء مرتحة ماي تستانس على الأغنية دادي يلا حط لك كذي باكر يلا عطونا حق الولد الصغيرة يلا حسن اي يا حلوة شو عندها منو بنتي هبان القصر هبان هبان يلا يلا هبان ونقول الو عسل امثال الو 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 روح حق البيبيه الو ها امثال يلا حطوا لها اغنيه شلونكم هلا من اللي غني امثال خذك الزمان وراح خذك الزمان وراح والله هو اللي خذاك زمان وراح الله الله ومن اللي غني ندري انه من اللي غني ها ساعديني من بلبل الخليج نبيل شعيل عافية نبيل شعيل وعليك بالعافية من مايستري ومن تيارا اكسسوارز او يمين يمين كاميرتي يمين كاميرتي انت شفتي المخرج ولا ما شفتي عليك الله راح اوريك اياها لا تمشي عليك الله اي كاميرتك يمين يمين اهو انا نت يمين وابا وابا واي انت ما تدري قاعده طالع منك ودش علي بالايربيز كاميرتك يمين 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 كاميرتك السالفه الفراري ما اذيتي الفتي بخاطره والله ها؟ ما خلي شيء بخاطره ما تخلينها بشيء اي ومشكله على هالفراري في سالفه بعد بعد شنو يلا عطونا الفيديو خلينا نشوف الفيديو خلينا نشوف الفيديو يلا خلينا نشوفه الناس تنشر اللي هي تبي صح هذا الفيديو ما وصلني ما شفتي لانه شيء زين ما وصلني شوفوها ايش ماخذه حق رايلها صدقين توني ادري ان انت بنيتي مسجد حق امي قولي والله انت تو هذا تشوفينه توني اشوفه هذا مال هالسنه عيد ميلاد هالسنه اي تو زين قولك بنيتي له مسجد وعطيتيه فراري وبعت فيه هديه ثالثه ساعه ساعه علي بالعافيه رايلي حبيبي يستاهل والله اي والله فأكيد جت لك وايد ردة فعل على اللي سويتي اي اكيد بس الحمد لله في ناس وايد مستانسه وتهنينا وكذي بس في فئه قليله لا ما نذكرها ما لك شغل فيهم بس هذه الهديه جباره اي احلى شيء احلى شيء جباره والله والله صدق احلى شيء اي انا ناويه اسوي حق ابو عيالي وكنت بفاجئ نفس الشيء بس انا يعني هم بنيت حق ابوي جدتي فهد ولدي انا والله وكل سنة خير. كل سنة لازم أدز نقصة رمضان حق هالمسايب الله اللي هو فطور صائم والله برافو أي والله أي والله الله خير والله أنت اللي فاجأتيني بهالشيء الجميل حياتي تحبينا وايد وايد أموت عليه بعد اليهال تحبينا أكثر, أكثر وأكثر إي وتزيد الغيرة ما أدري مو غيرة بس إنه لو يعني... قال لك أمين أنا متزوج متزوج مين متزوج عليك وحدة يا ويلي شنو ردة الفعل شو اسمه مره تدرين ان انا اول لقاء طلعت فيه إيه؟ توني اول لقاء كان في رايكم شباب ايه سالوني هالسؤال ايه وقلت انا بما اني دكتوره بقصص التقصص تشرحينه بشرحه يعني ما عندك رده فعل انه كيفه ما نشوف شر
نفس هذيل الحريم شي اخليه يعني لا يعني مثلا في حريم صراحه يعني دش عليها ما شريكه دش كذي قاعده تنطره مزبه دش عليها ما شريكه تخيلي الموقف ان انت دش عليك داخل البيت وبيده مره ثانيه شنو موقفك هنا ابتدي من وين ايه من وين اخر انا اعرفك اقطعها وافرمها من صدق ولا كذب وافرمها من صدق ايه وافرمها 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 خلاص انيها بس اي هذا اعدام فيها وتروحين ورا القضبان عشان مره عشان رجل خانت غيره بعد الغيره سبايب بعد بس ما اعتقد يسويها هو لا مستحيل لا مو كذي انا شفته وشفت شخصيته امين من داخل وايد نظيف وهادي ترى وانا وايد احترمه أيوة وعلى فكره ترى انا وامين متواصلين ها اي ادري ادري والله اي شلون شوفك اخبارك امين وهذا عرفتي اي والله فانت تقولين انا مسامحه الكل في شهر رمضان اكيد طبعا وما تعتبين على حد لا 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 وخلاص نقط كل شيء ورا ظهرنا اكيد والله وبس ماكو شيء وماكو شيء ها في اتصال ختام عندها ايه يا عاد شنو حابه تقولي للجمهورك خلود؟ حابه اقول لهم شكرا على حبكم ودعمكم متابعيني والفانز من كل الدول حبكم لي ودعمكم وتشجيعكم وكلامكم الحلو شيء كبير بالنسبه لي ومن بعد رب العالمين ثم دعمكم اكيد انا اوصل وراح اوصل وان شاء الله اكيد انتم معي دائما وتشجعوني وراح اوصل لين المكان اللي انتم تشوفوني فيه احلى مكان واقوى مكان معاكم اكيد وطبعا هم انا احب اشكركم ان شاء الله اليوم الحلقه تكون مميزه صدق تاخرت علينا اي والله ام خلصنا؟ نقول ام خلوده ولا نقول ام عادي كيفك ام خلوده بس ما نقول ام خلوده خالد. بس قبل هذا كله لازم نرحب بحمني وعلي والجوقه حمني علي والجوقه وينكم لازم إيه زهبي تقولي يلا 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 ها يا 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 نشوفكم في حلقة جديدة باكر واليوم حلقتنا مميزة مع حبيبتي وصديقتي وأختي الدكتورة خلود صايرة جميلة بمعنى الكلمة أنتم قاعد تشوفونا بالكاميرا لكن أنا أشوفها بالطبيعة فعلا متغيرة وفعلا ضعفانة وكل ما تكبر تحلى أنت الحلوة والله أحلى وأحلى وعسى الله يحفظك ريلك وبيتك وعيالك وآخر عنك هالعالم اللي تكلم ما تدري وين تنثر أخباره أي والله العظيم ومنها للأعلى يا خلود وتستاهلين أنت بنت كده يا حبيبتي ونشوفكم في حلقه جايه باي 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 مثل بدر نورا حياك 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 حياك